السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معدنا النهاردة مع نافذة اللغة العربية المستوى الأول رياض الأطفال المحور الثاني العالم من حولي، والموضوع الثاني معانا عالمي الكبير. ومعدنا مع القصة المشتركة أنا مختلف، قصة جميلة جميلة، تعالوا نشوفها. أنا ماجد، أنا طفل جميل اسمي ماجد، وفي أجازة نصف العام ذهبت أنا وأسرتي للأقصر وأسوان. يعني إيه نصف العام؟ بعد ما بنمتحن الترم الأولاني بناخد أجازة صغيرة، وبعدين رحنا للأقصر وأسوان. دي أماكن جميلة جدا جدا موجودة في بلدنا وكل الناس بتروح لها. ليه يا ترى؟ علشان يشوفوا الآثار. يعني إيه الآثار أصلا؟ الآثار دي الملوك زمان والمصريين زمان كانوا سايبينها لنا بنروح نشوفها، زي الأهرامات وأبو الهول. ماما كانت عايزة تشتري التوابل والسوداني والدوم والكركديه. يعني إيه التوابل؟ التوابل الحاجات الجميلة اللي بنحطها على الأكل بيخلي طعم الأكل جميل قوي. ويعني إيه الدوم والكركديه؟ دي مشروبات مفيدة وطعمها لذيذ. أنا رحت مع ماما السوق وكان السوق زحمة جدا، وكان في ناس شكلهم كده كان مختلف، حتى كمان لبسهم كان مختلف، وبيتكلموا كلام أنا مش فاهمه، وكانوا بيقولوا حاجات غريبة جدا عليا. فأنا سألت ماما، يا ترى يا ماما مين الناس دول وبيتكلموا كده ليه؟ ماما قالت لي هم السياح. يعني إيه سياح طيب؟ السياح دول يعني ناس ساكنة بعيد علينا في بلد تانية، بيكون لبسهم مختلف وبيكون كلامهم برضو مختلف. يعني مش بيتكلموا اللغة العربية؟ لا مش بيتكلموا اللغة العربية، بيتكلموا لغات تانية. بابا أخدنا نتفسح على مركب كده في النيل علشان نشوف غروب الشمس. يعني بنشوف الشمس وهي بتختفي يا صحابي. كانت الرحلة جميلة قوي، وكان معانا على المركب برضو ناس شكلهم غريب، وحتى لبسهم برضو كان غريب، وكانوا بيتكلموا بطريقة مختلفة أنا ما قدرتش أفهمها ساعتها. وسألت بابا مين الناس دول؟ من هؤلاء يا أبي؟ أنا مش فاهم كلامهم. قال لي هم السياح، وقال لي تاني إن السياح هم الناس اللي بيبقوا ساكنين برا بعيد عننا، وبيتكلموا بلغة مختلفة ولبسهم برضو مختلف عننا، كل واحد فيهم بيتكلم باللغة بتاعة البلد بتاعته. وفي المساء يعني لما الليل جه يا أصدقائي، لقيت مجموعة من التلاميذ بيلعبوا بالكرة فين؟ في حديقة الفندق. فذهبت وسألتهم هو أنا ينفع ألعب معاكم؟ طبعا أنا مؤدب وأنا لازم أستأذن. هم ما فهموش كلامي لأن هم سياح مش فاهمين اللغة العربية اللي أنا بتكلم بيها. فبصوا لبعض وضحكوا وشاورولي إن أنت ينفع تلعب معانا. فأنا رفعت صباعي علشان أقول لهم إن أنا جاهز ويلا بينا نلعب مع بعض. وفعلا لعبنا مع بعض. وبعد ما خلصت لعبي يا صحابي رجعت لبابا وماما وقلت لهم ده أنا النهاردة اتبسطت جدا مع صحابي بالرغم ان انا ما كنتش فاهم كلامهم، بس انا لعبت معاهم وكان كل واحد فينا عنده لغة مختلفة، ودلوقتي بس عرفت ان العالم من حواليا كبير جدا ومليان بناس مختلفة وكل واحد فينا مختلف. وانا قررت ان انا هتعلم اللغات الكتيرة دي علشان اقدر بعد كده افهم صحابي لو انا سافرت او رحت في اي مكان بره مصر. انا اتعلمت ان في لغات كتيره غير اللغه العربيه ولازم اتعلمها. تعالوا نشوف السؤال بتاعنا. سل كل كلمه باصواتها. يعني ايه صوت الحرف؟ الحرف لما احط عليه حركه هيديني صوت، واول كلمه عندي هي كلمه في. يا ترى في ها هنوصلها بايه؟ برافو عليكم، هنوصلها باخر شكل عندي هي حرفين او صوتين. اول صوت عندي صوت الفاء، وتاني صوت هو صوت الياء. تاني كلمة يا صحابي كلمة
لماذا؟ لماذا؟ طيب فين الأصوات بتاعتها؟ برافو، اللام والميم والمد بالألف والذال والألف. ثالث كلمة معانا يا، أصواتها يا مد بالألف. آخر كلمة معانا هي أيضا، يعني أنا كمان. الأصوات بتاعتها ألف والياء والضاد والألف. السؤال بيقول لون الصورة التي تعبر عن الكلمة، والكلمة اللي عندنا هي كلمة سائح. يا ترى أنهي صورة؟ برافو عليكم، هي الصورة الثانية. قطار الشطار، قطار الشطار بيقول لي أطفال حول العالم عايزني أرسم نفسي. أنا طبعا ساكن في مصر، هرسم نفسي، بس هرسم نفسي باللبس اللي أنا إيه، اللي أنا لابسه واللي أنا متعود عليه، غير اللي هم لابسينه صحابي من الدول التانية أو من العالم التاني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.